بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات ميدل 3، النهاردة هنتابع مع بعض حل المحافظات في كتاب المعاصر 2023. تمام، محافظة الاسكندرية رقم 3، البيج 129. تمام كده، نبتدي كده مع بعض. William is complete the following statement. If an object speed increase، لو السرعة بتاعت الجسم بتاعتي زادت بدوتس ريت، يعني بيقولي المعدل بتاعها هيكون شكله ايه. Then in this case the movement is described as dots، يعني لو السرعة بتاعتي زادت بمعدل منتظم، يعني مثلا قلنا ايه regular rate، معدل ايه منتظم. تمام، قال لي في الحالة دي الموفمنت بتاعتي هوصفها بانها acceleration. طب ليه ميس وصفتيها انها acceleration؟ قلت لك طالما في عندي كلمة a change in speed يبقى انا كده عرفت ان انا مين acceleration. Number 2، the formed image of an object by plane mirror. اتفقنا قبل كده ان البلين ميرور عندها مواصفات معينة، لازم الصورة تكون upright، reversed، ايه كمان virtual و equal. يبقى عندنا upright، reversed، ايه تاني virtual، equal. ميس يعني ايه reversed؟ reversed يعني معكوسة مش مقلوبة. تاني كلمة reversed، ها معكوسة، الكلام بالعكس، الحاجة بالعكس، زي الامبيلانس لما بتبقى مكتوبة، لكن مش مقلوبة، مش مقلوبة. خلاص تمام، مقلوبة inverted. تمام كده ميس، وميز قوي الكلمة دي. طيب نيجي بعد كده للي تشوز. A sphere mirror whose where its radius of curvature 60، يعني عندي radius بتاعتها ب 60، الفوكال لينس بتاعها هيبقى بكام؟ قال لي ميس ما سهلة دي، وجاي بطريقة مباشرة. أنا عندي radius 60، يبقى الفوكال لينس بكام؟ 60 divided 2 تبقى ب 30. حلو قوي. طب the arm of a star fish، خلي بالك السؤال ده اتكرر في المحافظات كلها تقريبا، معظمها يعني بتاعت السنة اللي فاتت. فبيقول لي ان الارم بتاعت الستار فيش هنا لسه رسمها، تمام، هتتقطع، المفروض انها تعمل ريجينريشن، صح كده؟ اه طبعا احنا متفقين على كده يا ميس. قال لي بس بشرط لازم يكون حته من الارم دي معاها حته من حاجه تانية. ينفع بد؟ لا. ينفع زي جوت؟ لا طبعا. ينفع الاسبونج؟ لا طبعا. امال ايه؟ سنترال ديسك، يعني هتاخد حته من الجزء اللي في النص ده، الديسك اللي في النص ده، الجزء اللي في النص اسمه سنترال ديسك، تاخد منه حته عشان تقدر تعمل منه الريجينريشن. تمام. A dots used to correct the short sightedness. عايزة اشرحها بقى الحتة دي كويس قوي معاك، علشان بتيجي في الامتحانات كتير، ويبقى انا كده ايه قلت لك كل المعلومات اللي تخصها. تمام، يا رب بس ايه الكتابة واضحة كده. ماشي، انا عندي حاجة اسمها short sightedness، وهنا long sightedness. تمام تمام يا ميس، كملي. الشورت سايتنس واللونج سايتنس يعني ايه الكلام ده؟ قال لي ميس دي اي كان سي، اقدر اشوف الحاجات النير كليرلي، بقولها لك باختصار اهي، اقدر اشوف الحاجات النير ايه كليرلي، لكن الفار ها نوت كليرلي. تمام، طب واللونج سايتنس؟ اشوف الفار كليرلي لكن الحاجات الاوبجكت النير نوت كليرلي. تمام زي الفل. طيب ايه السبب؟ بص يا ميس، المفروض ان الاي بول بتاعتي بتبقى كده، لو زادت وعملت كده او لو نقصت وبقت كده، تمام، ده يعمل شورت سايتنس. يعني ايه ميس؟ يعني هنا في الحته دي في حاجه اسمها، مش هو شورت، انا علمتها لاولادي، قلت له اكتب 2 انكريز، يبقى انكريز انكريز. حلو قوي. ايه ده ميس دي شورت؟ ايوه، اكتب 2 انكريز عكسها، علمتها لكم كده. انكريز كونفكستي اوف اي، حلو قوي، وانكريز ديامتر اوف اي بول. الله، لما زاد الكونفكستي وزادت الديامتر راح مين قل؟ ديكريز ها الفوكال لينس، يبقى هيقل الفوكال لينس. وخد بالك من الحته دي عشان جاي في مسائل كتير، هيقل مين؟ الفوكال لينس. تمام، حلو قوي ميس. فالصوره تتكون فين؟ قال يبقى الايمج اتكونت ان فرونت اوف رنا، فشفت القريب ما شفتش البعيد، فرونت اوف رنا، رنا اوف اي اللي هي شبكيه العين. حلو قوي يا ميس. اعالج الكلام ده بايه؟ قال لي لا، تستخدمي له كونكيف لينس عشان تشتت، تعمل دايفيرجنج، مش كده؟ يبقى هتعمل دايفيرج لللايت راي، فتبدا الصوره تبعد شويه وتتكون بعد الرنه، يعني تتكون اون رنه سوري، فابدا اشوف الايه الحاجه اللي قدامي. يبقى كونكيف لينس دايفيرج لايت راي. تمام تمام. طيب هنا ايه بقى؟ قال لي يا ميس عندي اللونج سايتنس، فاللونج سايتنس
بيقول لي ايه بقى؟ هي لونج، فقلت لكم يا ولاد علموها، نبقى نقول 2 ديكريز، يبقى ديكريز كونفكستي. حلو قوي. ايه كمان يا ميس؟ قال لي وديكريز برضو تاني، ها الدياميتر. انا بحاول ما اطولش عليك، بس بحاول اقول كل اللي ايه اللي تقدر تستفيد منه في الريفيجن. يبقى الاثنين دول ديكريز، اذا لسه في عندي واحده انكريز، يبقى انكريز ايه؟ فوكال لينس. حلو قوي يا ميس. طيب كده الصوره بقى طلعت فين؟ قال لي بيهايند رنه اوف اي، اللي هي ايه؟ شبكيه العين. طب ما كده انا محتاج حاجه تجمع الضوء بدري، ما تشتتهوش، يبقى انا هضطر استخدم كونفكس لينس عشان تعمل ايه؟ كولكت لايت راي قبل ما يتشتت. كولكت لايت راي. حد كده تمام؟ طب تعالي بقى يا ميس شوفي السؤال، كان لازم ايه ده كله ميس عشان تبقى راجعت معايا؟ يبقى انا كده براجع معاك خلاص تمام. تعالي يا ميس بقى، يوز تو كوركت شورت سايتنس، استخدمها في علاج الشورت سايتنس، اعالج بايه يا ميس؟ فكر بقى، ما احنا لسه قايلين اهو، يبقى دي لازم ايه؟ افرق، يبقى كونكيف لينس. فين يا ميس؟ كونكيف. بص بقى ملخبطك، جايب لك لينس وميرور وجايب كل حاجه، يبقى هنختار مين؟ فكر. ها كونف، فين احنا؟ استخدم ايه؟ فكر. ايه احنا فين؟ اه شورت سايتنس، معلش سرحت منك. الشورت هنستخدم كونكيف، ها كونكيف لينس. كونكيف لينس فين يا ميس؟ اهي كونكيف لينس. كده الكلام صعب؟ لا احنا كده تمام زي الفل. طيب كملي يا ميس. during the first mitotic division، ميوتك، لا مش ميتوتك دي، ها ميوتك، ميوتك ديفيجن، ذا نيوكليس اند نيوكلير ميمبرين ار فورمد ان. احنا اتفقنا ان النيوكليس والنيوكلير ميمبرين يرجعوا يتكونوا تاني في اخر حاجه، صح كده؟ مش انا قلت لك اللي في الاول بينتهي يرجع يتكون تاني؟ عايزه اوريها لك بالرسم، معلش دي واحده علشان تبقى مركز معايا. بص يا ميسا هم، انا كنت في اول حاجه خالص، ادي البروفيس اهي، مش ده كده كان البروفيس يا اولاد؟ كل حاجه اتكونت اهي، وفي حاجات اختفت. مين اللي اختفى؟ اهو النيوكليس اختفت، والكروماتين ريتيكلام اختفى، والنيوكلير ميمبرين اختفت، فضل السنترومير موجود زي ما هو، السنتروسوم سوري موجود زي ما هو. ومين اللي اتكون؟ الكروموسومات. ومين تاني؟ سبيندل فايبر. طب ميس ده البروفيس. طب جينا بقى في الاخر خالص عند مين؟ عند اخر واحد خالص اسمه ايه؟ تيلوفيس. اهو يا ميس بدات كل حاجه ترجع تتكون من الاول وجديد قبل ما الخليه يحصل لها ايه؟ انها تبدا تبقى ايه؟ تكون اتنين، صح كده؟ اهي اهي يا ميس. يبقى رجعوا يتكونوا فين؟ في انه واحد؟ تمام، يبقى مين؟ تيلوفيز. تيلوفيز اهي، يبقى انا كده صح. كده الكلام واضح يا اولاد؟ شايفين كده معايا؟ تاني يا ميس، يبقى ديورينج الفيرست مايوتيك ديفيجن النيوكلر، النيوكليس والنيوكلير ميمبرين هتبدا ترجع تتكون فين تاني؟ احنا فاهمين ان اللي بيختفي في الاول بيظهر في الاخر، فظهرت فين تاني؟ في التيلوفيز. صعبه كده؟ تمام زي الفل. نكمل؟ يلا بينا. كملي يا ميس معايا. كمل دي كمان. تمام. طيب. بسم الله. define the following، هتعمل definition relative speed، دي سهله بقى. ايه الريلاتيف سبيد؟ هي عباره عن سبيد بتاعت ايه؟ اوف موفينج اوبجكت. الريلاتيف تو بالنسبه لمين؟ ابزورفر، صح كده؟ بالنسبه للمراقب. ماله المراقب ثابت في مكانه؟ مش عارف. متحرك؟ لا، يبقى ستاتيك اور موفينج ابزورفر. صعبه كده؟ يبقى نكتبها لك، مش حب نكتبها بالمره. يبقى عباره عن سبيد اوف موفينج اوبجكت. relative to ميس relative بتتكتب بس في relative speed؟ قال لي لا، مش معنى انك شفت relative تبقى relative speed. هي 90% لكن لازم تشوف، عشان تكتب relative speed لازم تشوف كلمة observer. relative to observer بالنسبة لمراقب، ماله بقى؟ static يعني في مكانه كده ثابت، or moving. خلاص كده يبقى static or moving. خلاص تمام. according to big bang theory الرينج، احنا عايزين نرتب الحاجات دي تبع مين؟ البيج بانج. طب تعالي يا ميس كده، احنا اتفقنا ان انا كان عندي البيج بانج دي اللي كانت بتوصل في اليونيفيرس، وعندي ثلاثة تانيين كانوا بيوصفوا السولر
سيستم، صح كده؟ عشان ما تتلخبطش. يبقى احنا عندنا ثيري واحده اللي هي مين؟ بيج بانج. دي بتاعت مين؟ دي بتاعت اليونيفرس، اللي بتوصف اليونيفرس او بتقوله هتكون ازاي. وعندي ثري ثيري بيوصفوا السولار سيستم، كانت مين؟ اللي هي نيوبلا اللي هي بتاعت لابلاس، والتانية كروسنج ثيري بتاعت تشامبليون ومولتون، والتالتة كانت بتاعت المودرن ثيري بتاعت ألفريد ويل. يبقى أنا كده عندي أربع حاجات، واحدة منهم لليونيفرس اللي هي بيج بانج، خلاص؟ طب تعالي يا ميس نكمل. هو هنا بقى بيقول لي رتبيهم للبيج بانج. طيب ميس في الأول الصن هي اللي اتولدت؟ لا، إيرليست لايف لا، يبقى ماتر جوت جوينت إن ماسز، يبقى دي كده أول واحدة، إن الماتر بدأت تتجمع، يبقى دي كده نمبر 1. طيب وبعدين السن ووز بورند، ادي كده نمبر 2. بعدين ايرلي لايف بدات تظهر على الارض كده، تمام؟ كتابه واضحه يا اولاد؟ ماشي، يلا بينا نختار. بيقول لي عندي بلانت سيل وانيمال سيل وريبرودكتيف سيل. طب ميس ما انا ما بعرفش اختار من كولا من ايه، ابدا اقرا كولا من بي. بريديوس ذا جاميت. طب نكمل. دونت كونتين نيوكليس، نكمل. انزيم ذا سبندل فايبر ار فورمد فروم ذا سنتروسوم. انزيم ذا سبندل فايبر ار فورمد فروم سيتوبلازم. لا ده احنا كده بقى نعمل ستوب. الحتتين دول انا شرحتهم، قلت لك ايه؟ ان سبندل فايبر بيتكون بطريقتين، يا اما يتكون من السنتروسوم في الانيمال سيل. خد بالك من السؤال ده، السبندل فايبر بيتكون من السنتروسوم في الانيمال سيل اللي هي عندنا وعند الحيوانات كلها، خلاص معانا احنا الهيومن معاهم، يا اما يتكون من مين؟ من الكوندنس بتاعت السيتوبلازم بس في البلانت سيل. كده انا شرحتها اهي. يبقى السبندل فايبر فورمد فروم سنتروسوم في الانيمال سيل زي الفل. ثانيه بقى، انزيم سبندل فايبر فورمد فروم سيتوبلازم، يبقى مين؟ البلانت سيل. حد كده تمام؟ تمام. فاضل عندي ريبرودكتيف سيل. طب بصي عليهم يا ميس، فاضل اتنين. بروديوس جاميت، اه طبعا بروديوس جاميت، خلاص تمام. جيف ريزون، شوف الجيف ريزون اللي عندنا ده بيقول ايه. ممكن نقول convex mirror is placed to left side of car driver. يعني ليه في convex mirror بتبقى محطوطة عند السواق من الجنب الشمال؟ ليه؟ قال لي to form، لازم أكون erect similar image for the way behind mean behind car. تمام كده؟ دي واضحة؟ تمام. يبقى هنقولها تاني كده يا ميس. يبقى انا كده عرفت ان انا بستخدم الكونفكس ميرور. ليه يا ميس بستخدم الكونفكس ميرور؟ هي ما كانش ليها استخدامات، احنا كان كل شغلنا على الكونكيف، صح؟ فالكونفكس كان ليها حاله واحده، بتطلع الصوره ايه؟ الريكت، معتدله معدوله يعني. وايه كمان؟ وسمول، عشان مين؟ ابقى شايف الطريق ورايا. يبقى هنا تو فورم، اكتب بطريقتك يعني، مش حاجات بتتحفظ كده. تو فورم سمول، جميل. ايه كمان؟ الريكت، معتدله او معدوله. يبقى سمول وريكت ايمج، عشان تكون صوره سمول وريكت ايمج لمين؟ فور ذا واي، للطريق. بيهايند درايفر، خلف السواق واللي هو يمشي كده. تمام كده، تمام. طب السؤال الثاني، زي مايتوسز، مايتوسز اللي هو مين؟ مايتوتيك ديفيجن بلاي ان امبورتنت رول فين؟ في المالتي سيلر ليفنج اورجانيزم. طيب يا ميس، عشان بيعمل ايه بقى ده؟ الميتوتيك، اه يا ميس، يعني بقى نقول الاهميه بتاعت الميتوتيك ايه بقى الاهميه بتاعته؟ اه كومبليت دامج بارت، كومبليت السكشوال ريبرودكشن، صح. ايه كمان؟ هيلب تو جرو، حلوه قوي يا ميس. يبقى الميتوتيك ثلاثه هم، واحد هيلب تو جروث او جرو، ايه كمان؟ كومبليت بيكمل، دامج بورت، ايه تاني يا ميس؟ كومبليت السكشوال ريبرودكشن. طبعا السكشوال ريبرودكشن مش بيتم من غيره. كده الكتابه واضحه؟ تمام. طيب رايت ذا ساينتفك تيرم، يلا بينا. لينس اوف شورتست ستريت لاين، شرحتها كتير قوي، ان المسافه او الشورتست ستريت لاين اللي هو اقصر طريق ما بين نقطتين A و B اللي هي نقطه البدايه ونقطه النهايه. يبقى انا بتكلم عن مين؟ ايوه amount of displacement، صح كده، اللي هي displacement، amount of displacement. تمام. process that distributed gene exchange between two chromosome chromatid distributed in gam. فاكرها دي؟ اه يا ميس فاكرها اهي، اشرحيها تاني اهي. بصي كده، فاكره دي؟ فين الثالثه اهي؟ تعالي يا ميس بصي كده، كان عندي اتنين كروموسوم بالشكل ده اهم،
واحد كله كان احمر والتاني كله كان اسود اهم، حصل للانر بارت اللي من جوه، حصل الاتنين مسكوا كده في بعض، بعدين بفكناهم تاني، يبقى دي اسمها تيتريت اللي هي الرباعيات، بدأت كده تتفك فبقت دي كلها ريد وفيها حتة دي حته من الايه من الاسود، والثانيه برضو فيها حته من اللي حصل ده اسمه ايه؟ كروسنج اوفر فينومينا. اسمها ايه؟ كروسنج اوفر فينومينا. بتحصل فين؟ ات ذا اند اوف برو فيس 1. فين يا ميس؟ في الميوتيك ديفيجن. خلاص كده؟ طيب يبقى ات ذا اند اوف برو فيس 1 في الميوتيك ديفيجن حصل ايه يا ميس؟ اكستشينج جين بتوين، حصل الجينات اختلفت اهي اتبدلت، اكستشينج جين بتوين كروموسوم كروماتيد، ما بين الكروماتيدات بتاعه الكروموسوم الانر بارت بتاعتها مش من بره، تمام كده؟ يبقى اكستشينج جين بتوين كروموسوم كروماتيد ديستريبيوتد ان جاميتو، بدات تبقى جوه تتوزع فين؟ في الجاميتات. يبقى ده معناه ايه يا ميس الكلام ده؟ يا ميس دي اسمها ايه العمليه دي؟ فكر كده معايا. يا ميس احنا خدناها اسمها كروسنج اوفر فينومينا ومش هنساها، خلاص كده؟ دي لازم تيجي في الامتحان كومبليت رسمه اي حاجه، يبقى اسمها ايه؟ كروسنج اوفر فينومينا. انا مش بحل وخلاص، انا بشرح اهو، ربنا معاكوا بقى. نمبر 3 ذا سبيد by which object move to cover distance at the unequal miss equal. خد بالك انا ممكن انسى، خلي بالك ممكن ما اشوفش يعني كلنا، فانت تركز. equal distance and equal period of time، يعني معانا equal distance and equal period. يبقى دي irregular، irregular speed. واحد قال لي ميس كتبتش irregular speed، كتبت ununiform speed. ماشي طيب. combination of male gamete and female gamete to form zygote. حلوة قوي دي. دي كانت مين؟ fertilization. يبقى دي عملية ايه؟ fertilization. ودي هتيجي كتير برضو. طيب correct. scientist Alfred Well establish a theory of miss nubula. من انت قايلة بقى nubula يبقى مين؟ Laplace. من غير ما كمل. the velocity is total distance covered divided total total distance على total time. يبقى دي مين يا ميس؟ average speed، صح كده؟ تمام. يبقى هنشيل كلمة velocity وهكتب average، مكتوب ايه؟ velocity. يبقى average speed. خلي بالك عشان عينك ساعات وانت في الامتحان بتشوف كلام غير الكلام، يعني انت بتبقى دماغك مركزة مثلا في ايه؟ total distance يبقى average speed، فتشوف كلمة velocity على انها average، خلاص؟ فتخلي بالك بقى، لازم نركز شوية. the formed image behind concave mirror. تاني يا ميس، الايمج اللي متكونه خلف الكونكيف ميرور فيرتوال ابرايت ايكوال ذا اوبجكت. نركز فيها شويه كده، هي ايكوال؟ لا يا ميس، كونكيف ميرور في صوره اتكونت وراها الناحيه الثانيه، يبقى فيرتوال ماشي، ابرايت ماشي، لكن هي بتكون ايه؟ ماجنيفايد، كبيره. تمام. طب يلا بينا المساله. البروبلم بتاعتنا جميله وشكلها مباشر اهي. ان اوبجكت ستارت فروم ريست، اول ما اشوف ريست انا بدات من ريست، يبقى الفي 1 بتاعتي بكام؟ بزيرو. تمام كده؟ تمام يا ميس. اكسلريشن ايكوال، يبقى هو جايب الاكسلريشن، ما نطقش ما قالش حاجه. طب قال ديكريز، طب قال انك مش فاكر مش شايف. during 6 second يبقى دي تي. كالكوليت ذا فاينل سبيد. ماشي يا ميس، خدنا قبل كده وقلنا ان في 2 V1 على T هي الاكسلريشن. طب هو جايب دي اصلا، طب مش، طب ما انا اجيب V2 على طول، صح كده؟ اقول له ان ال V2 ولا نجيبها؟ ماشي انتوا شطار يعني. طب ماشي يلا بينا. هاتي يا ميس، ادي الاكسلريشن بتاعتي ب 4 ايكوال، ها ال V2 بتاعتي بكام؟ فين يا ميس؟ هو عايزها ال V2 ماينس ال V1 بتاعتي بزيرو. طيب والتايم بتاعي بكام؟ ب 6. حلو قوي. طب ميس طب ما كريس كروس، يبقى 6 تايمز 4 ب 24، يبقى 24 ايكوال في 2 ماينس الزيرو، ده كانه مش موجود، يبقى الفي 2 بكام؟ ب 24 متر بير سكند. باينه كده يا ولاد؟ تمام. ها صعبه؟ نكمل يا ميس، كل ده امتحان يا ميس؟ طبعا، ده لسه الامتحان ابو اربع صفحات، ده ان شاء الله ربنا معانا. طب نكمل يا ميس. ها واضحه كده يا ولاد الصوره؟ تمام. بوت رايت اور رونج. إيه والله عايز تعمل كوركشن، اوكي مش هقول لك لا. فورس كونسيدرد اكزامبل اوف ميس سكيلر الفورس، لا يبقى دي مين؟ فيكتور. باراميسيوم ريبريديوس باي بادنج، بادنج اكتر واحده بالبادنج احنا عارفينها، يست فانجس، يبقى دي غلط برضو اهي، يبقى هنقول له يست فانجس. حلو قوي. كومباس
يكون بس احنا خدناها دي البوصله is used to identify the car of speed يميس يبقى مين speedometer اللي بيحدد الايه سرعه السياره speedometer. طب ذا كروموسوم خلاص قربت اخلص. ذا كروموسوم is formed of two chromatids linked together by centromere. ما صح يا ميس، فين الكروموسوم اللي احنا عاملينه هنا عشان يبقى عينه قدامنا ما حدش هنا يتلخبط اهو. بص يا ميس، ادي مثلا عندي كروموسومات اهي، لا مش حلوه دي اهي، ادي الكروموسوم اهو يا ميس، عباره عن اتنين كروماتيد مشبوكين في النص بنقطه اللي هي مين بقى؟ سنترومير. خلي بالك ان اللي فوق ده اسمه سنتروسوم. ها تمام، يبقى دي رايت. طب كملي يا ميس. What happened to the incident light ray؟ شوف لي الانسيدنت لايت ري حلوه قوي. انا عندي هنا ريفلكتنج سيرفيس، يبقى هيبقى كده هيبقى ريفلكت باي كام؟ 35 صح كده؟ ريفلكت هكتب له كده ريفلكت باي 35 ديجري، طبعا لان دي قد دي اكتب له اللي انت عارفه، قول له ان الانسيدنت انجل اوف انسيدنت ايكوال انجل اوف ريفلكشن اللي هو الايه؟ فيرست لا اوف ايه؟ اوف ريفلكشن. طيب نيجي بقى للمير لللينس. طب ميس دي لينس ماشي، يبقى هتعمل ايه؟ قال يا ميس هو عدى على السي، يبقى هيبقى هيعدي هيعدي باث ويزاوت رير فاكشن، مش هيعمل رير فاكشن. بص يا ميس كده هيعدي عادي ويزاوت، خد بالك من النقطه دي ريفراكشن. ميس ايه ريفراكشن دي؟ ده انت لسه قايله ريفلكت حبيبي، دي ريفلكت علشان ده كده في ريفلكتنج سيرفيس بيبقوا كلهم في اتجاه واحد مع بعض في نفس الميديا، لكن دي ريفراكشن ريفراكشن، دي الانكسار خلاص، دي الانعكاس، دي انكسار ريفراكشن تمام. يبقى هنا هيعدي باث without refraction. Show by drawing only with complete label the pathway of emitting light ray from the object placed at the focus of convex lens. حلو، هاتي convex lens يا ميس ورسمي. يبقى هنرسم convex lens اهي، كمل يا ميس اهي كده. هو حاطط الايه الاوبجكت فين؟ ركز. ها ات ذا فوكس، حلوه قوي، فين ات ذا فوكس اوف لينز؟ يعني محطوط عند مين؟ عند الاف. ماشي يا ميس يلا بارل، وبعدين ها بعد البارل كمل اف، ادي الاف من الناحيه الثانيه عمل اف اوكي، وبعدين طلع كده عمل اكستنكشن، وبعدين يا ميس ما لقاش حاجه يعملها هينزل من نفس المكان عند الايه الاوبتيكال اهي يا ميس. اتقابلوا؟ لا. هيتقابلوا؟ لا مفيش اي حاجه. يبقى هنا احنا عارفين طبعا ان عند الاف من غير اي كلام نو ايمج فورمد، مفيش رسم مفيش صوره اتكونت، نو ايمج فورمد، وبتيجي كتير دي. ها واكتب له هنا كونفكس لينس، انا كده خدت المارك بتاعتي كامله تمام. كده خلصنا الامتحان بتاعنا بتاع محافظه اسكندريه، هنحل الامتحان الصعب بتاع القليوبيه والدقهليه المره اللي بعديها ان شاء الله. شكرا.